أربع ممثلات فاجئوني في أول أسبوع من رمضان. انتصار، سواء بطولة في مسلسل بأعلى نسبة مشاهدة أو ضيف شرف في مسلسل أشغال شقة، فهي مقدمة دورها الطبيعية وتلقائية بشكل لا تتخيلوه، لايقة جدا على الدور. حتى تبتول حواجب اللي عملته واللون الصبغة الفواتح يا وحيد وطريقة كلامها، فهي تعتبر أساس الكوميديا. نشوى مصطفى قدمت شخصية العمة مديحة في المسلسل إمبراطورية ميم بجمال وبراعة وهدوء من غير أفورة، والواحد كان مفتقد يشوفها في دور حقيقي بتمثيل حقيقي مش مشاهد سبوبة ونحتية. بسمة الممثل يعني تعبيرات وش وملامح حقيقية، وده هتشوفوه مع بسمة في مسلسل مسار إجباري في دور نعناع. ملامح وشها طبيعية بتكاسير الوش وخطوط الجلد والندبات من غير مكياج، وده ضاف مصداقية كبيرة للشخصية. صبا مبارك مقدمة أداء تمثيلي قوي في مسلسل لحظة غضب بتعبير وش، سواء هي مقهورة أو هي متوترة وخايفة إن جريمتها تنكشف. بس أنا مستنية أعرف رأيكم، أنتوا تتفقوا معايا ولا تختلفوا معايا في التعليقات؟ مع إن رمضان كريم.